الفوضى تخيم على تعز، من عدوان الحوثي إلى حصار وغياب الأمن وعدم استكمال التحرير إلى الانقسامات العسكرية. من يتحمل وزر كل هذه المآثم بحق تعز؟ هل تنهي الإمارات ما بدأته ميليشيا الحوثي في تعز؟ أهلا بكم. يتصاعد التوتر الأمني والصدام المسلح بين فصائل من القوات الموالية للإمارات والشرعية. نذر التصعيد في ريف تعز ظهرت رغم كل المحاولات لاحتواء الوضع. يشتكي السكان من عودة الحصار المضروب على المدينة من قبل ميليشيا الحوثي وجهات أخرى محسوبة على الشرعية. فلماذا يستمر تجاهل القيادة السياسية والعسكرية لما يحدث في تعز وعدم ترتيب الوضع العسكري في المحافظة؟ ماذا عن الوضع الإنساني والحصار الذي يخنق المدينة منذ بداية الحرب؟ هل يؤكد أن هناك توافقات بين ميليشيا الإمارات وميليشيا الحوثي؟ كيف ساهم غياب الدولة بانعدام الأمن والاستقرار في المدينة وعدم استكمال تحريرها؟ هل نلقي اللوم على أبناء تعز الذين خذلوا مشروعهم؟ أم على الظروف السياسية التي أخضعتهم لهذا المزاج القاتل؟ يتفق الجميع على أن بوسع تعز قلب الموازين وتغيير المعادلة في معركة التحرير واستعادة الدولة، لكن كما يبدو أن محاولة جر تعز إلى مربع العنف نجحت أخيراً رغم حرص الكثير من أبناء الحالمة على الحفاظ على مدينتهم. فتعز التي صمدت بوجه طوفان ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح تراخت قبضتها الأمنية منذ تحريرها لتقع في مغبة العنف الذي فرضته بعض القوات الممولة من دولة الإمارات. بعد مرور قرابة 4 أعوام على انطلاق المقاومة وما تلاها من طرد الميليشيات من المدينة ومواقع كثيرة، إلا أن تعز لا تزال حتى اليوم رهينة حصار مطبق تلتقي فيه ميليشيات الحوثي العدو التقليدي لكل اليمنيين، بالإضافة إلى كتائب أول عباس وقوات عسكرية أخرى باتت اليوم تشكل جزءاً من مصيبة تعز. فالحجرية والشمايتين وصولاً إلى مدينة التربة باتت مناطق تحشيد عسكري ومواجهات، شهدت طرقها نقاطاً وقطاعات تنشر العنف وتزرع الفوضى والاشتباكات في المناطق الأكثر أمناً في تعز منذ بدء انقلاب الحوثي، ناهيك عن قطع الطريق الوحيد الرابط بين تعز وعدن عن طريق هيجة العبد. لكن قطعه هذه المرة من قبل المحسوبين على فريق الشرعية أكمل الحلقة حول تعز شرقاً وجنوباً وغرباً. تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع لمجلس حقوق الإنسان الصادر مؤخراً قال إن حصار الحوثيين المستمر لمدينة تعز يعد عقاباً جماعياً وانتهاكاً متعدد الأوجه لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والإنسانية، لكن ميليشيات الحوثي التي خلا لها الجو لا تزال تقصف المدينة وتستمر في حصارها، وما عجزت عنه قامت به الفصائل المتصارعة. بالمقابل لا تستكين الإمارات في تعزيز الفصائل المسلحة الموالية لها بتعز بالسلاح، في وقت يقول فيه مراقبون إن تعز هي ميدان المعركة المحتملة لميليشيات الإمارات لتأمين باب المندب وإرباك الشرعية والزج بالمدينة في فوضى لا تنتهي. تجاهل القيادة السياسية والعسكرية لما يحدث في تعز وعدم ترتيب الوضع العسكري في المحافظة يحمل أكثر من تساؤل حول أهلية الشرعية لمهامها وجديتها في تحرير البلاد. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا العقيد عبد الباسط البحر المتحدث باسم محور تعز عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. مساء الخير سيادة العقيد. مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين جميعا، وكل التحية والتقدير لكم وللمشاهدين. أهلا بك. إذن مواجهات جديدة سيادة العقيد، مسلحة في التربة ومناطق جنوب تعز، ما يدفعنا للتساؤل متى ستقف هذه المواجهات الداخلية؟ الحقيقة ما حدث مؤخرا في مدينة التربة كان عبارة عن حادث جنائي، تحدث هذه الحوادث الجنائية يعني في أي مكان، ولكن هناك من أراد استغلال هذا الحادث لإثارة الفتنة ولإثارة المشاكل وللتحريض وغيرها، وإلا كان ستمضي الأمور طبيعية وسيأخذ القانون مجراه
يعني لن تحدث هذه التداعيات التي شاهدناها. بالمجمل نقول أن هذه الفتنة وهذه المشكلة بإذن الله ستنتهي قريبا بجهود السلطة المحلية والقيادة العسكرية والقيادة الأمنية، وبوعي وتعاون الخيرين من والوطنيين والأحرار والشرفاء في الحاضنة الاجتماعية وفي القوى الوطنية. وبإذن الله تعالى أن أيضا هناك لجنة تحقيق ستتولى وقد بدأت في التحقيق بمسؤولية المواقع العسكرية المستحدثة في إطلاق النار واستهداف المدينة والمدنيين واستهداف بيوت المواطنين ومنازل بعض القيادات. هذه جريمة عسكرية ومخالفة، وستتخذ ضدها إجراءات، وهناك لجنة للتحقيق في هذه المخالفة. وبقية أيضا هناك اتفاق كان مسبق بين الجيش والسلطة المحلية والقيادات الأمنية والجميع على أن تكون التربة ضمن مسؤولية الأمن بفروعه والشرطة العسكرية أيضا، وأن تتفرغ القوات المسلحة والجيش والاتجاه إلى الجبهات، وأن تلتزم الألوية العسكرية بنطاق مسؤولياتها. نعم، ربما تحدثنا عن ذلك مرارا سيادة العقيد، يعني مسألة تفرغ الجهات العسكرية والجيش للجبهات، هذه ربما يعني السنة الثالثة ونحن نعيد ونكرر هذا الحديث. هناك من يقول إن مشكلة أبو العباس فقط تم نقلها من وسط المدينة إلى ريفها ليس أكثر، حيث يتم يعني تستحدث هذه الكتائب نقاط عسكرية وأتاوات وإلى ما إلى ذلك، يعني ما الذي يحول دون حل هذه المشكلة جذريا تماما؟ طبعا نحن ندرك جيدا أن هناك أطراف محلية وربما أيضا خارجية لا تريد الاستقرار لتعز، تريد إدخال تعز في الفوضى، لا تريد لتعز حضور الدولة وحضور المؤسسات الشرعية الرسمية، وبالتالي تعمل على إحداث بعض التمردات أو بعض القلاقل هنا أو هناك. لكن تعز وبشكل عام ومختلف القوى المجتمعية وأيضا القيادات الرسمية والعسكرية والسياسية هي مع الدولة ومع حضور الدولة وضد الفوضى. تعز لا تقبل الملشنة ولا تقبل أي أعمال خارج الأطر الشرعية والأطر الرسمية، وأبناء تعز جميعا يواجهوا أي خروج عن هذا الإطار، عن إطار الدولة، يتم مواجهته من كافة أبناء تعز وإجبار الجميع على العودة والرضوخ للسلطة الشرعية، وهذا محل إجماع لدى أبناء تعز جميعا. نعم، إذا أنت تحدثت عن جهات خارجية، هل الإمارات هي من تحرك هذه الخلايا في جنوب تعز سيادة العقيد؟ الإمارات وغير الإمارات، هناك طبعا الإمارات متهمة بصورة رئيسية من قبل الدولة، رئاسة الجمهورية ويعني وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان بيّنت بوضوح أن هناك دور للإمارات العربية المتحدة في المناطق المحررة، وهذا الدور يعني ليس ضمن أهداف التحالف، هو خروج عن أهداف التحالف العربي، وهذا الدور أيضا ضد استقرار اليمن بشكل عام وضد وحدته وضد سلامة أراضيه، وبالتالي يعني لها دور أيضا هنا أو هناك، هذا لا يخفى. وهذا دور كما ذكرنا تم الإشارة إليه رسميا من أعلى سلطة في الدولة وهو الأخ رئيس الجمهورية، وبالتالي قد يكون هناك أيضا أطراف أخرى سواء داخلية أو خارجية تتماهى مع هذا الدور، لكن كما ذكرت لك هي يعني قلة قليلة
لا يمكن أن تغلب السواد الأعظم والاتجاه العام الموجود في تعز، الذي هو كما ذكرت لك مع الدولة ومع المؤسسات الرسمية ومع الشرعية ومع عمل هذه المؤسسات، وأن تقوم بعملها ودورها على الوجه الأكمل. نعم، إذن ابقى معنا سيادة العقيد. نذهب عبر الهاتف للسيد عبد الله حسن خالد، الرئيس الدوري لتحالف الأحزاب السياسية في تعز، من هناك من تعز. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء النور، أهلا بك. أصدرتم اليوم بيانا باسم تحالف الأحزاب السياسية في تعز، حدثنا عن أبرز ما ورد في ذلك البيان. البيان حقيقة صدر عن فرع تحالف الأحزاب السياسية في مديرية الشمايتين. نعم. وليس في تعز، ولكنه تضمن نقاط لا يختلف عليها اثنان، هي نفس مطالب التحالف السياسي بشكل عام في المحافظة. نعم. من ضمنها رفع الاستحداثات العسكرية ورفع المسلحين ورفع النقاط المستحدثة وإخلاء المدينة من السلاح نهائيا وتسليم مدينة التربة لقوات الأمن، وأيضا تسليم النقاط خارج المدينة للقوات الخاصة. هذه نقاط لا يختلف عليها الناس كافة في محافظة تعز، والهدف من هذا كله هو الحلول. نعم. نعم أستاذ عبد الله، ما زلت معنا؟ فقدنا الاتصال بالأستاذ عبد الله، سنحاول العودة إليك. سيادة العقيد، كنت تتحدث عن دور التحالف فيما يحدث، وربما نحن نتساءل أيضا، أنت تحدثت عن أن الشرعية يعني وضحت أن الإمارات هي أحد أسباب انفلات الأمن ليس فقط في تعز وإنما في بقية المحافظات المحررة، فلما لم يتخذ برأيك يعني حل حاسم من أجل هذا التدخل الذي يكاد يودي بالمدينة؟ الحقيقة هناك قرارات لا يعني من السلطة الشرعية، من رئاسة الجمهورية، من وزارة الدفاع، من رئاسة الأركان، هناك توجيهات وهناك قرارات، سواء في تقسيم مسرح الأعمال القتالية، في تحديد نطاق المسؤولية أيضا لكل لواء، ويعني هناك إجراءات كثيرة، ويتم الرفع أولا بأول بالكل بالموقف الناشئ في حينه إلى المستوى الأعلى في الدولة، وتلقي الأوامر العملياتية وكل التحركات من القيادة العليا. وكما ذكرت لك بالنسبة لقضية التربة، هناك إجراءات تم اتخاذها مباشرة من قبل قيادة المحور واللجنة الأمنية بتشكيل لجنة أمنية مصغرة، بتسليم المتهمين في الحادث الجنائي إلى أمن مديرية الشمايتين وإلى نيابة الشمايتين بحسب الإجراءات القانونية وبحسب الاختصاص المكاني، والأمور كادت تسير بالاتجاه الصحيح لولا تدخل بعض المثيرين للفتن وبعض الشواذ الموجودين في أكثر من مكان. لابد لكل قاعدة شواذ، وهؤلاء هم شواذ تعز، لكن الاتجاه العام في تعز وبتناغم وبمظلة شرعية وتواصل مع السلطة العليا ومع القيادة في رئاسة الجمهورية وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تقوم بحل أي إشكال في حينه، وعن طريق الدولة وعن طريق الأطر الشرعية والرسمية والقانونية. نعم، إذن عاد إلينا الأستاذ عبد الله، سنعود إليك سيادة العقيد. بعد أن أسأل الأستاذ عبد الله، مرحبا بك من جديد. البعض يحمل أستاذ عبد الله الأحزاب السياسية مسؤولية حالة الاستقطاب الحاد في تعز ودخولها أيضا في دوامة صراع داخلي، ما رأيك؟
نعم، للأسف الشديد يبدو أن الأستاذ عبد الله أيضا لم يعد معنا، سقط الاتصال مرة أخرى. نعتذر منك ونشكرك لوجودك معنا في هذه الحلقة. أعود إليك أستاذ عبد الله، وتعقيبا على بيان عبد الباسط، عفوا سيادة العقيد عبد الباسط، تعقيبا على بيان الأحزاب، هل تجد أن يعني الأحزاب تتحمل مسؤولية حالة الاستقطاب الحاد في تعز وهذا الصراع الداخلي؟ الحقيقة ذكرت لك أنه لا يوجد هناك أي صراع مجتمعي أو يعني سياسي حاد أو أي مكونات أو عسكري أو أمني، هذا غير موجود. هناك توافق مجتمعي ومن الشخصيات الوطنية من الأغلب الأعم، يعني أنا عندما أتحدث عن النسبة الغالبة. قد يوجد هناك شواذ لكن لا يؤخذ رأي الشاذ هو يؤكد القاعدة ولا ينفيها. القاعدة في تعز كل المكونات المجتمعية، كل الشرائح، أيضا مكونات مع الدولة ومع حضور الدولة، وضد الفوضى وضد الملشنة وضد التمردات وضد أي أعمال خارجة عن النظام والقانون، وبما فيها الأحزاب السياسية والقوى الوطنية وغيرها، مع وجود بعض الشواذ ومع وجود أيضا انفلات في نستطيع أن نقول المفسبكين، لا أقول الإعلام بشكل عام، ولكن بعض المفسبكين هناك انفلات وهناك رغبة في الإثارة وابتعاد عن الموضوعية وعن الحقيقة. هذا أيضا يؤجج ولو إعلاميا ولو من خلال وسائل التواصل، يؤجج الأمور أكثر ويجعلها تبدو أكثر مما هي على الواقع. ولكن لو كانت الحالة في تعز أكثر وضوحا سيادة العقيد، نعم، لو كان هناك يعني دور حقيقي للأمن على الأقل في الجبهات عوضا من الاختلاف في الداخل، كان هذا سيسكت من تتحدث عنهم من المفسبكين الذين يعني نعلم ربما هناك من يزيد الوضع سوءا، ولكن لديهم طرف خيط يتحدثون عنه. لما لا تسكت كل هذه الأطراف بالتحرك الجاد نحو تحرير المدينة؟ يعني الحوثي حتى الآن 5 سنوات وهو يحاصر المدينة، لم يتقدم الجيش لفك هذا الحصار، ما الذي تنتظرونه بعد؟ عدة أمور. الأمر الأول أنه من الناحية الأمنية كما ذكرت حدثت مشاكل ربما أكبر من هذه التي تحدث الآن، وواجهت تعز فتن وواجهت تعز مصاعب، ومع ذلك انتهت هذه الفتن وانتهت هذه المشاكل وتغلبت عليها المؤسسات الرسمية الأمنية والعسكرية وحسمت الأمر لصالح الدولة، وهذا أمر معروف ويتابعه الجميع. وهذه المشكلة أيضا وهذه الفتنة ستنتهي بإذن الله تعالى وستحسم لصالح الدولة بفضل الله وبتعاون الجميع، السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية وأيضا القوى الوطنية والخيرين في المجتمع. قضية يعني تحرير تعز، تحرير تعز هذا يخضع طبعا أولا ما تم تحريره، حتى الآن هي يعني نسبة كبيرة من محافظة تعز، أكثر من 12 مديرية من مديرية تعز هي محررة تحريرا كاملا، وهناك يعني تقريبا 6 مديريات تجري فيها أعمال عسكرية وهي محررة جزئيا، ولا يتبقى في يد الحوثة إلا تقريبا 5 مديريات فقط لا غير. تم التغلب وتم تحرير مؤسسات سيادية بما فيها معسكرات، معسكر المطار القديم، معسكر الدفاع الجوي، معسكر التشريفات، معسكر العروس، معسكرات كانت ذات تحصينات ومحمية بنسق ثاني وغيرها. تمكن أبطال تعز وبإمكانياتهم الذاتية أن يتغلبوا وأن يحرروا المحافظة والقصر والأمن السياسي وغيرها من المباني السيادية والأماكن الرمزية في محافظة تعز، هي بيد الشرعية وبيد السلطة الشرعية. يتبقى هذه الأجزاء البسيطة أيضا من محافظة تعز، وهناك الخطط الموضوعة من الجيش لاستكمال التحرير، وأيضا في نفس الوقت التأمين، لأنه لابد أيضا. ماذا عن الدعم لكم من قبل قيادة الجيش والحكومة والتحالف أيضا؟ الحقيقة الدعم لتعز بكل أسف يعني هو دعم شحيح جدا ولا يرقى إلى المستوى المطلوب لتنفيذ المهام الموكلة بنجاح. يعني إمكانات
حتى وإن صرفت بعض الإمكانيات من الحكومة الشرعية ومن رئاسة الجمهورية، لكنها تظل إمكانيات بسيطة جدا لا تفي بالحد الأدنى حتى لمجرد الدفاع النشط، وليس فقط للقيام بأعمال هجومية وتحرير بقية المحافظة. لكن بفضل الله وبإرادة الأبطال وبتلاحم المجتمعي مع الجيش، لأنه نحن نعتبر في تعز الحاضنة الاجتماعية والحاضنة الشعبية هي صانعة أهداف الجيش الوطني، كل الانتصارات التي تحققت كان الفضل بعد الله عز وجل للدعم والإسناد الشعبي وللإيمان بالقضية والمصير الذي يربط الجميع. نعم، إذن شكرا جزيلا لك العقيد عبد الباسط البحر المتحدث باسم محور تعز، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، وينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عز الدين الأصبحي سفير اليمن لدى المغرب من الرباط. مساء الخير أستاذ عز الدين. أهلا، مساء النور. أهلا بك. إذن أستاذ عز الدين، كيف تتابع ما يحدث لتعز الآن من حصار وصراعات بينية بين أبنائها، طبعا فضلا عما تتعرض له من قبل الحوثيين؟ شكرا جزيلا أولا، ودعونا نؤكد على حقيقة أن ربما أكثر الملفات مأساوية الآن في الكارثة اليمنية التي نعيشها هو ملف تعز حقيقة، يعني رغم كل الجبهات مؤلمة وما خلال السنوات الأربع الماضية في الحرب خلفت مآسي عديدة جدا، ولكن يبقى الجرح الغائر حقيقة في قلب الجسد اليمني هو ملف تعز. كما إن أعتقد أن حتى بدايات الحلول للقضية اليمنية هي أيضا ستبدأ من تعز، لذلك ربما هذا الملف الآن يجب أن يكون في المرتبة الأولى من اهتماماتنا بشكل أساسي، على الأقل إن لم يكن لأهميته السياسية الخطيرة فيما يخص مكانة تعز ودورها الأساسي في عملية التغيير الثورية خلال مراحل اليمن المختلفة، فعلى الأقل من الجانب الإنساني حيث يتعرض أكثر عدد من اليمنيين فيه لمسألة لا أقول فقط المعاناة اليومية ولكن للعقاب الجماعي كما جاء في التقارير الدولية وذكرتم، وبالتالي أعتقد بأن هذا الأمر بحاجة إلى أن نعيده إلى دائرة الضوء مرة أخرى، وأن نتذكر بأننا قبل سنوات ومنذ وفي كل المنعطفات السياسية التي كانت تجري على المستوى الدولي والإقليمي دوما ما كان هناك شيء أساسي في المفاوضات وفي المشاورات في اللقاءات الدولية اسمه قضية تعز. الآن تراجع هذا الأمر بشكل كبير إلى حد مما نرى بأن هذا الملف لم يعد يحظى بالاهتمام السياسي الدولي والإقليمي كما كان، ولم يعطى حقه من الاهتمام رغم أهميته السياسية ورغم خطورته الإنسانية كما نلاحظ الآن من المآسي التي تعيشها المحافظة الأكبر في اليمن والحصار الأطول على مدى التاريخ. بالمناسبة صار تعز يدخل الآن في عامه الرابع ينتهي، وبالتالي يدخل ضمن موسوعة الأرقام العالمية كأطول حصار لمدينة في الحروب المختلفة على مدى التاريخ، وهذه مأساة حقيقية لم تعطى حقها للأسف الشديد من الاهتمام. زاد الألم الأكبر هو ما نراه من انفلات واحتراب داخلي بين الأطراف المكونات السياسية والعسكرية، وهذا الأمر يتطلب مننا جميعا حقيقة موقف كبير في الأمر. ما نراه كارثة بمعنى الكلمة تتطلب أكبر من مجرد إظهار مشاعر. نعم، ما هو الدور؟ ما هو الدور المتطلب من يعني مثقفو تعز وقواه المدنية في تصحيح هذا الوضع أستاذ عز الدين في هذه المحافظة؟ أعتقد بأن هناك عدة أدوار مختلفة، يعني لا يجب أن نحمل مثلا طرف من الأطراف ريادة الدور في إيجاد الحل، هناك عدة أطراف لديها أدوار حقيقية إنسانية وقانونية. على الصعيد الدولة مؤسسات الدولة الرسمية عليها أن تنزل بكل ثقلها، وأنا أتحدث هنا عن مؤسسات الدولة من رئاسة وحكومة وبرلمانيين وقيادات حزبية مختلفة ممثلة في الحكومة، عليهم النزول الحقيقي لحل هذا الملف وإعطائه أهمية وأولوية قصوى، إن لم يكن كما قلت في جانبه السياسي الهام على الأقل بجانبه الإنساني. تعز أهملت من قبل المنظمات الدولية، أهملت من الجميع على الصعيد الإنساني، وبقت تعيش على هامش المساعدات البسيطة أو على الجهود الذاتية لأبنائها ولبعض الميسورين فيها، وهو موضوع كارثي. وبالتالي هناك
طرف أساسي والطرف المؤسسات في الدولة يجب أن يجتمع الآن لإيجاد حل حقيقي لتعز، وليفكر بشكل علني، وهي فرصة للتفكير بصوت عالي كما يقال، بأن مثلا لدى تعز أكبر كتلة برلمانية تمثل كافة الأحزاب السياسية، مؤتمر شعبي على حزب اشتراكي على التجمع اليمني للصلاح على التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على مستقلين، وهؤلاء الكتلة البرلمانية باستطاعتهم أن يكونوا بالفعل أهم حجر زاوية لإيجاد نوع ما نسميه بعقد اجتماعي على مستوى المحافظة، وإيجاد حلول وإطفاء النار وإخمادها في أماكن مختلفة. هذه الكتل لم تتحرك حتى الآن، وهي تحتاج إلى 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 مبادرات ذاتية من برلمانيين، وأنا أعرف معظمهم وأعرف مدى مصداقيتهم ومدى حماسهم، ولكن ربما لم تنظم هذه الجهود بعض. فدعونا نعمل نوع من المناشدة والمنادى لكل البرلمانيين الذين يمثلون محافظة تعز أن هذا هو الوقت الراهن الذي نحتاج منكم ككتلة برلمانية لأن تنزلوا للناس إلى دوائركم، أن يكون هناك لقاء برلماني يعيد الاعتبار لهذه المحافظة ويعمل نوع من وثيقة حقيقية لحقن الدماء. هذا جانب. الجانب الثاني يتحدث عن الجانب الحكومي. الجانب الحكومي يعني بكل مؤسساته المختلفة، وزارات الداخلية والإدارة المحلية والصحة والجهات الأمنية المختلفة، عليها أن تعمل فريق عمل حقيقي ينزل إلى المحافظة. يعني لا يجب أن تترك المسألة بأيدي فقط مثلا سلطات محلية لم تستطع أن تحرك ساكنا، لا توجد إمكانية حقيقية لدى هذه السلطات المحلية، ليست لديهم إمكانات مالية أو إمكانات لوجستية مثلا لوقف الاقتتال، ولكن عندما يصبح الأمر بلجنة حكومية عالية المستوى سيختلف الأمر كليا. في الجانب الآخر لدينا الشخصيات الاجتماعية والمرجعيات، أتكلم عن قادة الأحزاب، أتكلم عن الشخصيات الاقتصادية والتجار ورجال الأعمال، ثم المجتمع المدني والمثقفين. هذا الجمع المجتمعي يجب أن يتداعى الآن ونعلن ما نسميه نداء تعز، وهو أمر يحتاج إلى جهد كبير، لكن الآن لحقن الدماء نحتاج إلى تحرك في هاتين رئيسيتين، السلطات القائمة على مؤسسة الدولة والبرلمان، وبالتالي الكتلة البرلمانية مسؤولة عن هذا الأمر، والجهات الحكومية هي من مسؤوليتها القانونية، ومسؤولية المثقفين والمرجعيات الاجتماعية أن تعمل ما نسميه بنداء تعز، ونلتقي على كلمتين. نعم، لكن هناك يعني الكثير من العقبات تواجه المدينة، يعني من أبسط الأمور، يعني نحافظ ربما منذ أول تعيينه وهو في القاهرة، لا تشعر المدينة وسكانها بأنها حاضرة لدى الجميع، يعني أنت تحدثت أنها مغيبة من قبل الجميع، وربما العقيد أيضا تحدث عن شحة الدعم العسكري والمادي للجيش، يعني واضح أن تعز مبعدة تماما عن يعني نعم، لماذا برأيك؟ نعم، يعني أنا ربما ليست لدي يعني معلومات كافية عن مدى الإمكانيات التي تقدم ربما كما حكى الأخ وغيره من القيادات العسكرية، هم أدرى في مسألة ما يقدم، ولكن أستطيع أن أقول لأنه بما فيما يخص إيجاد الحلول الآن يتجاوز مسألة قدرات المحافظة والسلطات المحلية. يعني خلال هذه اليومين يفترض أن تنزل أكبر لجنة حكومية موجودة لدخول إلى المدينة، وليس فقط من القيادة المحلية. نحن بحاجة إلى أن تعود القيادات الحزبية على مستوى أمناء عموم الأحزاب. بالمناسبة أهم القادة الحزبيين على كافة التيارات السياسية هم من أبناء محافظة تعز، وبالتالي يستطيع هؤلاء إن لم يكن الشخص الأول الشخص الثاني من كل هذه الأحزاب أن تكون هي لجنة حقيقية بجانب المحافظ طبعا، وبجانب أهم من ذلك مندوبين عن الرئاستين الحكومة والبرلمان والرئاسة الثانية الوزراء، الحكومة والرئاسة والبرلمان، وبالتالي مثل هذا الثقل سيعطي المحافظة والسلطة المحلية قوة حقيقية لإيجاد حلول. مسألة أن تبقى الموضوع منتظرين إجراءات روتينية صغيرة لم يعد ممكنا، هناك اقتتال على وهناك إراقة للدماء، وهناك نوع من الفوضى التي كانت ربما غير مقصودة، والآن تبدو بأنها تريد أن تشيطن هذه المحافظة وريفها الذي هو صمام الأمان. يعني هتحدث على الخزان البشري لتعز الذي هو بالأساس رئة عدن ورئة المحافظات الجنوبية والوسطى، يعني تحدث عن 4 مليون بني آدم سيتبررون خلال المرحلة القادمة، وبالتالي الأمر يجب أن نزول إليه على هذا المستوى. يعني أنا أدعو حقيقة أن تكون هناك لجنة كبيرة بجانب الأخ المحافظ للنزول والبقاء في تعز على القادة السياسيين والحزبيين
الآن أن يعطوا تعز حقها في مسألة البقاء داخلها داخل المدينة، أن يبقوا معسكرين مداومين على الأقل لشهرين ثلاث أشهر داخل مدينة تعز وداخل مدينة التربة، وحل كافة الإشكالات، لأن بعض الإشكالات الإدارية والإشكالات المالية لا يمكن حلها بزيارات ميدانية خاطفة أو بالتليفون أو توجيهات سريعة، هي بحاجة إلى معالجات حقيقية والاستماع إلى الناس وآلامهم وجروحهم، وبالتالي هناك كثير من الحلول ستكون سريعة. وأنا أعتقد دعونا لا نتحدث عن أي دعم خارجي أو إقليمي، يعني ما حق ظهرك مثل ظفرك كما يقال. أبناء تعز إذا تجمعوا بقدراتهم الاقتصادية وبنوع من التضافر الجهود نجد كثير من الحلول المالية ستحل، يعني لا نحتاج إلى دعم خارجي كما يقول البعض، فقط علينا حاجتين: أوقاف أي نوع من الفساد والانفلات والفوضى التي تجري، وإيجاد نوع من تقارب وجهات النظر بين القوى السياسية المحتربة على الأرض التي لا أدري حقيقة، وأنا أقولها بألم شديد وأنا ابن هذه المدينة والمحافظة، على ماذا يحتربون وعلى ماذا يقاتلون. نحن دفعنا دم من أجل اليمن ووحدته وسلامته، ثم نأتي لنخرب السلام والوحدة والأمان في بيوتنا، هذا غير لائق على الإطلاق. نحن الآن نحتاج إلى ليس إلى خطاب طاباوي، ولكن إلى شجاعة في مواجهة الذات، شجاعة في مواجهة أنفسنا كمسؤولين وكأبناء هذه المحافظة حتى نخرج من هذه الأزمة. إذن عز الدين الأصبحي سفير اليمن لدى المغرب، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من الرباط، وينضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ عمر الحميري المحامي والناشط الحقوقي من تعز. مساء الخير أستاذ عمر. مساء الخير سيدتي الكريمة ومشاهدي قناة بلقيس الكرام. أهلا بك أستاذ عمر، كيف تتابع ما يحدث في تعز من مواجهات بين فصائل مسلحة والجيش؟ ضعنا في صورة ما يحدث. في الحقيقة شهدت تعز في الفترة الماضية نوع من الهدوء الطويل ربما، ولكن كانت هناك تفاعلات تحت السطح لم تظهر إلا في الفترة الأخيرة القريبة. حضرت على شكل اقتتال، تهديدات، تحشيد، نوع من الاستعداد لشن معركة لا يفهم أحد من المواطنين أهدافها، ولا يمكن استيعاب أن يكون هناك هدف وطني لهذه المعركة. ما يجري في التربة من التوتر بين فصائل الجيش التي لها قيادة واحدة والتي يجمعها ولاء واحد وقانون واحد ونظام واحد، لا يفهم المواطن اليمني والمواطن في تعز ما سبب هذا التحشيد، ما سبب هذا التوتر، ما سبب هذا الخروج عن المألوف. يفترض أن القوات العسكرية والجيش هي أعلى السلطات انضباطا، لأن ولاءها يكون للأوامر العسكرية دون مخالفة، ولكن ما يحدث هناك الكثير من التوتر، الكثير من التحشيد، تحصل جريمة أمنية ولكن بدل أن يتم ملاحقة الجناة يكون هناك توتر كبير بين فصائل الجيش وألويته. لا نفهم لماذا يحدث ذلك. على الجيش أن يحل مشاكله داخليا وبعيدا عن الشارع. إذا كانت هناك نوع من التغييرات، وإذا كانت هناك نوع من تغيير مسرح العمليات أو نقل ألوية من مكان إلى آخر، يجب أن يدور ذلك داخل أروقة الجيش وفي الغرف المغلقة وفي الاجتماعات، لا أن يجري ذلك بقوة السلاح. المدينة التربة اليوم تشهد توترا كبيرا، هناك قطع للطرق، هناك تأهب، هناك حشد، هناك تجمع لمسلحين من ألوية جاءت من خارج مدينة التربة ومن مدينة تعز بالتحديد. نعم، العقيد عبد الباسط البحر وصف ما حدث في التربة بأنه حادث جنائي قد يحدث في أي مكان، هل تعتقد ذلك أنه حادث جنائي وأنت تحدثني عن حشود مسلحة وقطع طرق وما إلى ذلك؟ المراقبون في مدينة التربة وفي الوضع العام هناك يتوقعون أن تحدث معركة قريبة، ومنذ الأيام الماضية كانت هناك توقعات بأن تندلع المعركة في أي لحظة، لا زالت التجهيزات العسكرية مستعدة حتى اللحظة. هناك جريمة أمنية حصلت تم فيها قتل مرافقي المحافظ، توترت الأوضاع وأصبحت الاشتباكات إلى جانب منزل أحد قادة المقاومة، توسع الأمر وتدخلت الألوية العسكرية، هناك تعزيزات عسكرية من ألوية ظهرت. لماذا يحدث ذلك؟ عندما تحدث جريمة يجب أن تأخذ الجريمة مجراها بالقبض على المتهمين فقط لا غير، وإيداعهم السجن
والتحقيق في القضية. لماذا يجب أن تصطدم ألوية الجيش عندما تحدث أدنى توترات وأدنى انتهاكات أو جرائم بسيطة بين أفراد؟ الجيش هو الحامي وهو السند والذراع والظهر الذي يستند إليه المواطن عندما يكون هو الطرف الذي لا يستطيع حل المشكلة ويكون مسببا للقلق. هنا يجب الانتباه ويجب العمل عمل حلول لهذه المشكلة. هناك مشكلة حقيقية، الناس في التربة الآن يعانون من قطع الطرقات، هناك قطع للطرقات، منع مرور المواطنين، نقاط أمنية وعسكرية تتبع الجيش سواء هذا اللواء أو ذاك، لا نريد التسمية لأن حتى لا يستفيد أحد من هذا الأمر. الجيش بالنسبة إلينا كمواطنين وكناشطين هو كتلة واحدة تجمعه قيادة واحدة، يجب أن يستمع إلى الأوامر، والقادة العسكريين عليهم الانصياع إلى أوامر قادتهم. هناك تراتبية في قيادة الجيش بدءا من قادة الألوية إلى قيادة المحور إلى المنطقة الرابعة إلى هيئة أركان الجيش ووزارة الدفاع. عندما تأتي الأوامر ولا يتم تنفيذها حرفيا فهناك مشكلة حقيقية. ما السبب وما الدافع؟ هناك دوافع ربما خفية، هل هناك نوع من التوسع، محاولة انتشار؟ هناك مشكلة ربما لا يتم تسليط الضوء إليها، وهي وجود ارتباطات بين ألوية الجيش وبين أحزاب سياسية، وهذه المشكلة يجب أن نقولها بالعلن لأنها حقيقية. عندما ترتبط الألوية العسكرية بأحزاب سياسية وبأجندات وتخدم توجهات معينة، هنا خرج الجيش وخرجت الألوية عن هدفها الرسمي وأصبحت ترتكب جريمة يعاقب عليها القانون، قانون الجرائم والعقوبات العسكرية. وبالتالي يجب على قيادة الجيش أن يحترموا القسم والشرف العسكري. هل تؤثر الاستقطابات السياسية والحزبية في تأجيج هذه الصراعات البينية داخل تعز، أم أن الصراع أكبر من الأحزاب؟ الصراع كبير جدا بدءا من علاقة التحالف باليمن وعلاقة التحالف بالحوثيين وعلاقة التحالف بالأحزاب وعلاقة التحالف بالألوية. هناك خطوط مباشرة بين التحالف وبعض الألوية، وهناك أيضا نوع من الجفاء تجاه ألوية أخرى. التحالف صنع مشكلة في تعز وصنع فجوة بين الألوية العسكرية عندما يتم دعم لواء دون غيره. وسابقا كان هناك مشكلة، يعني شاهدنا الظاهرة الكبيرة، ظاهرة أبي العباس، عندما كان التحالف وكانت الإمارات تحديدا تدعم كتيبة أبو العباس دون الجيش بغرض تقوية فصيل دون آخر. التحالف يصنع المشكلات ولا يصنع الحلول، وعلى قيادة الجيش ووزارة الدفاع وهيئة الأركان أن تصنع الحلول وأن تنقذ ما تبقى من الاحترام المتبادل بين الألوية العسكرية، لأن جميع جنود هؤلاء الألوية هم أبناء تعز وأبناء الوطن وهم المعول عليهم حماية هذا الوطن. عندما تتوجه الأطقم العسكرية إلى مدينة التربة بينما هناك جبهات مفتوحة على امتداد مدينة تعز من أقصاها إلى أقصاها، من الشرق إلى الغرب وحتى الجنوب، جبهات مفتوحة مع الحوثيين ويتم التحشيد باتجاه مدينة التربة، وهناك توتر بينما هناك اتفاقات أبجدية تحتوي على أبجديات العمل العسكري والعمل المهني، أن يتم تسليم الجنات إلى الدولة وأن يتم حل إشكالية الجيش داخل أروقة الجيش وأن لا تظهر إلى الشارع إطلاقا. وبالتالي فإننا نقدم نصيحة كبيرة إلى قيادة الجيش أن يحتفظوا بهذا الجيش الوطني الذي حلمنا به كثيرا، وأن لا يسمحوا بالانجرار إلى صدام بين ألوية الجيش، لأنهم أخوة ويؤمنون بقضية واحدة، قضية اليمن، وعدوهم واحد هو الحوثي. عندما نسمح بالتوتر فإننا نفقد قوتنا ونفقد هيبتنا. إذا كان التحالف لديه إجندة أخرى، علينا أن نفهم مصلحتنا كيمنيين وكأبناء مدينة تعز التي تحيط بها المكر والدسائس. نعم هناك أجندة كثيرة، أجندة إماراتية، هناك أيضا تهافت سعودي غريب لا يقوم بواجبه تجاه اليمن، هناك أيضا أحزاب سياسية لديها أهداف سياسية خاصة ومشاريع صغيرة، هناك أيضا تيارات، هناك الكثير من المشاريع الصغيرة تأتي على حساب المشروع الكبير، مشروع اليمن الكبير، وتأتي على حساب الجيش الوطني. جميع القادة، قادة الألوية نحترمهم، قادة الألوية جميعا نحترمهم، بدءا من القائد عدنان الحمادي وانتهاءا بالعقيب بالقائد سمير الصبري قائد المحور، جميعهم في نظر الشارع أبطال، وعندما يتقاتلون فإنهم لن يصبحوا أبطال ولن يعودوا سوى أسباب للمشكلات، ولن يعودوا سوى لن نريد التسمية، لن نريد ماذا سيكون وضعهم
أمام الشارع عندما لا يستطيع المواطن الوصول إلى مدينة التربة أو إلى السوق الوحيد لقرى الحجرية الكثيرة. نعم، لو تحدثنا أستاذ عمر أيضا عن الحصار، أربع سنوات من الحرب. نعم، لو تحدثنا عن الحصار والذي اشتد مؤخرا على المدينة، حدثنا عنه. الحصار ممتد منذ بداية الحرب. نعم، هناك حصار ممتد من الطرق الشرقية والجهات الشمالية والجهات الغربية. الطريق الوحيد الذي فتح باتجاه مدينة التربة ومدينة عدن، هذا الطريق الآن يشهد توترات، هيجة العالم، ويتوقع إغلاقه نهائيا. هناك إغلاق فعلي، هناك إغلاق فعلي من قبل اللواء الرابع حسب ما سمعنا في مداخل هيئة العبد، وأيضا نقاط تابعة للواء 35، وهناك أيضا من الجهة الأخرى باتجاه مدينة تعز نقاط يسيطر عليها ربما مسلحون قبليون ينادون بحقهم في تسليم الجنات قتلت مرافقي المحافظ إلى الدولة. عندما لا يتم الحلول البسيطة، لا يتم اتخاذ الحلول البسيطة، المشكلة تكبر. ونجد أن هناك اتفاقيات ثلاث حتى اللحظة، ثلاث اتفاقيات. الاتفاقية الأولى وقعت بين قادة الجيش، كان ممثلوها قائد اللواء 35 وقائد اللواء الرابع مشاة جبلي وقائد اللواء 17 وأيضا نائب قائد المحور عبد المجيد المجيدي. هذا الاتفاق تم في يومه قبل أيام على أن يتم تسليم المطلوبين أمنيا والبحث عن مشكلة عن أسباب الاشتباك الذي حصل في مدينة التربة عند منزل القيادي الزريقي. لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق حتى اللحظة، وتلا هذا الاتفاق لأنه لم ينفذ، وهو اتفاق بسيط وأبجدي ولا يستحق أن يكون هناك اتفاق على تسليم مجرمين إلى العدالة. لأنه لم يتم تنفيذ ذلك أصبحت هناك الآن ثلاثة اتفاقات، وفي كل اتفاق تزيد المطالب وتزيد الشروط وتزيد التعقيدات، حتى أصبحت التعقيدات تتحدث عن إخراج ألوية من مدينة التربة وخروج. نحن كمدنيين نطالب بخروج الألوية من جميع المدن، مدينة التعز، من مدينة كذا، حتى وأن تتوجه فقط إلى الجبهات. الجبهات فعلا في مدينة التعز، وهناك جبهات قريبة من مدينة التربة لا تبعد، حتى جبهة الحكومة قريبة جدا من مدينة التربة. هناك مبررات نوعا ما، ولكن عندما نقول على التركيز والتحشيد العسكري أن يتوجه نحو الجبهات لا أن يتركز في المدن، هذا حق للمواطن وحق دستوري. وحتى لا تصبح هذه الألوية تسبب إرهاق وتسبب توتر، عندما تصطدم عربات عسكرية ويصطدم جنود من ألوية مختلفة ويحصل اشتباك تتوتر المسألة، ولا يتم علاج المسألة ولا يتم علاج القضايا بشكل مهني ودقيق. القضاء العسكري الغائب أيضا له مساهمة في تعقيد المشكلات. نعم، قبل أن ينتهي الوقت أستاذ عمر، أود أن أسألك أيضا، أين دور السلطة المحلية برأيك في حل هذه المشاكل الأمنية والإنسانية؟ المحافظ منذ تعيينه وهو يقيم في القاهرة، هل يعقل ذلك؟ أين مسؤولو المحافظة أيضا؟ نعتب على الأخ المحافظ أن يغيب طول هذه المدة على مدينة تعز، وهو المسؤول الأول، بينما يجب عليه قانون السلطة المحلية ألا يتغيب لأكثر من أسبوعين، وإنه عندما يتغيب يجب أن يرفع مذكرة إلى وزير الإدارة المحلية وأن يؤذن له بذلك. عندما يتغيب المحافظ لأشهر عن محافظته في محافظة تعيش وضعا داخليا صعبا، انعدام الخدمات، انعدام لأبسط مقومات الحياة، في محافظة تشهد معارك، تشهد حروب، وأيضا هناك معارك ربما تتشكل وتتكون الآن وتتوسع إلى مناطق لم تشهد حربا منذ أربع سنوات. مدينة التربة لم تشهد حربا منذ أربع سنوات. على المحافظ مسؤولية تقصيرية كبيرة ومسؤولية أخلاقية، وأيضا على السلطة المحلية المتواجدة في مدينة تعز هناك حشد من الوكلاء، حشد من الوكلاء. ماذا يفعلون؟ لا نعرف. لا توجد خدمات في مدينة تعز، لا توجد أدنى أوجه الرقابة على السلطة التنفيذية. هناك فساد مستشري، هناك نوع من اللامبالاة، هناك نوع من تفاقم المشكلات. وعندما تحدث مشكلة يجب على السلطة المحلية أن تبادر لعمل الحلول، لا أن تغمض عينيها ولا أن تكون في طرف مصلحة طرف أو طرف آخر. يجب أن تكون هي الراعية لمصلحة المواطن أو تستقيل إذا لم يستطع وكلاء المحافظة القيام بواجبهم وتغطية الدور الذي يجب على المحافظ والذي هو مسؤول أساسا عنه. يجب على وكلاء المحافظة الاستقالة وتعرية المحافظ ووضعه أمام الأمر الواقع حتى يبادر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ونحن نناشده بالضغط على محافظ تعز بالعودة إلى مدينة تعز وإدارة المحافظة من داخلها أو تغيير المحافظ ومنح تعز محافظ يستحق هذه المرحلة ويستحق أن يقوم بهذه المسؤولية. تعز على شفا مشاكل عديدة،
كلما تعافينا من مشكلة تندلع مشكلة أخرى بدون مبررات حقيقية وبدون أسباب وجيهة. تعز الآن يجب أن توجه سلاحها تجاه الحوثي فقط. عندما نسمع عن اتفاقيات بين التحالف وبين الحوثيين، يجب أن نعلم أن المعركة فقط بين اليمنيين وبين الحوثيين، وأنها معركة وطنية، وأن نستمر في هذه المعركة وأن نحافظ على حقنا الوطني. نعم، بإذن تعالى سيحدث ذلك. أستاذ عمر، شكرا جزيلا لك. عمر الحميري المحامي والناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.